وحشتني يا احمد قوي. كنت فاكر ان انا مش اوحش حد. ليه بس بتقول كده؟ المهم في جديد؟ دي مقابله برضه؟ معلش، ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه. امي عامله ايه يا مروه؟ سيده كويسه، ما تخافش عليها. اقعد استريح. مش عارفة أقول لك إيه يا مروة. هتقولي إيه يعني غير إن أنا بنت جدعة وكويسة وبنت راجل؟ وعمرك ما هتلاقي واحدة زيي في الدنيا دي كلها. بس أنا غلطت فيكي كتير يا مروة. تاني يا أحمد؟ تاني نفس الأسطوانة دي؟ ما خلاص. في حاجة مهمة عايز أقول لك عليها. إيه هي؟ وجيه. ماله؟ قال لي على شوية حاجات ممكن تخرجني من اللي أنا فيه ده. وإيه اللي غيره قوي كده؟ كانوا عايزين يقتلوه. نعم. وأنا اللي دافعت عنه. شالها لي جميلة. وقرر إنه يقول لي على حاجات أنا عمري ما كنت أتوقع إنها موجودة. قال لي إنه عنده مستندات ممكن تودي كل اللي عملوا فيها كده في داهية. وبالذات الزبالة اللي اسمه أبو كرمة ده. ده وسخ وساخة. بقول لك يا مروة اكتبي رقم التليفون ده عندك وسجليه. قول. اكتبي. ايه اللي قومك من السرير؟ زهقت يا عمتي. طب اقعدي ارتاحي، اقعدي يا بنتي. مالك؟ قالت لك ايه القرشانه دي؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ انت من ساعة ما جيتي من عندها وانت مكشرة كده. طب هعمل ايه؟ قالت لك هيطلقك. بالعكس، بس قالت لي انه مستحيل يستغنى عن ابنه. طب امال ايه بقى؟ وقالت لي كمان انه محتاج ممرضة. وماله؟ هو انت ما اتجوزتيه كنت فاكرة ان عمره ما هيحيا؟ بس ايه؟ هو دلوقتي تعبان مريض ولازم يحس انه لما قرر يتجوزك انه قرار صحيح. بعد كل اللي حصل؟ اللي حصل؟ اللي حصل حصل لان انت كنت غلطانه. خلينا نقول اللي علينا واللي لينا، خلينا نقول الحق بره. انا ما غلطتش. لا غلطتي. والغلط ربك ومغرقك. ازاي تبقي عارفه ان الواد ابنه بيعشقك وتتجوز ابوه؟ بس انا ما حبيتوش وما عملتش حاجه تخليه يحبني. لا هنضحك على نفسنا بقى؟ لا، انت عشان تعرف حياتك تستمر لازم تصلحي غلطتك. طب هعمل ايه؟ تروحي له. انت كان المفروض تبقي عنده من اول ما عرفتي انه عيان وتبقي تحت رجليه. انا كنت هروح له، بس هروح له فين؟ في البيت؟ عشان ابقى قدامهم كلهم؟ اه طبعا، تروحي له عشان يعرف ان مفيش اي حاجه تمنعك عنه ولا تخليكي تبقي جنبه ساعه مرضه حتى لو كان مستحيل. مش هقدر. لا تقدري. ايه اللي مش هقدرتي؟ لو كان في المستشفى، لو كان لو 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 اهي اللولوات دي بقى اللي هتخلي اللي في قلبه من ناحيتك يخلص. صعب يا عمتي، صعب. ولا صعب ولا حاجه. هروح معاكي. يلا يلا يا بنت، قومي البسي وانا هغير هدومي. يلا ربنا يهديكي. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. هو عامل ايه؟ ابني تعبان قوي. انا ممكن ادخل اشوفه؟ انت متاكده انك عايزه تشوفه؟ اه اكيد. سعيد الملك. انت بتعيط؟ ابني تعبان قوي يا نجلاء. انا مش متخيل ان ابني بيتألم ومش قادر اقدم له اي حاجه. اللي انت بتقوله ده يا مجدي،
ابني كان تعبان وبيتألم وأنا مش عارف. وأنا كنت بعمل إيه بقى؟ كنت بحاول أدي للمرضى بتوعي أمل إن في الحياة في حاجة كويسة. تعرف أنت دايما بتقول إيه؟ إيه؟ إن مفيش أي حاجة اسمها مستحيل. إن إحنا ممكن نهزم المرض مهما كان. ونبتدي من الأول ونستمتع بكل الحياة. صح؟ أنت ممكن توهب الحياة لابنك. لو مش توهبها لابنك هتديها لمين؟ لسه بتعيط. ما تفتكري من المعني علشان أنا زعلان أو متضايق. بالعكس. أنا دموعي علشان مش مصدق إن ربنا بيحبني أوي كده. علشان إداني حد بيحبني بالشكل ده. أيوه. مين اللي على الباب؟ انتي؟ أنا آسفة. آسفة على كل حاجة. عارفة إن كلمة آسفة دي مش كفاية على السنين اللي فاتت، لكن ما بعرفش أعمل حاجة غير كده. أنا ما كنتش أعرف إنك قريب مني أو إنك كنت بتحبني غير من أيام قليلة جدا أو يمكن ساعات. فاهمي على قد من وإحنا عيال صغيرين. فاكر؟ كنت بتيجي تشرح لي الدروس علشان أفهم وبرضه ما بفهمش. غبية. فهمي على قد. فاكر؟ بس على فكرة أنت ما كنتيش غبية. غبية؟ ممكن كنت بتستغربي، لكن أنت مش غبية. ممكن تسامحني؟ أنا ما مش محتاج منك إنك تقولي لي سامحني. كفاية عليا بس إن أنا أشوف النظرة دي في عينيكي. يعني خلاص؟ مش زعلان مني؟ لا أنا زعلان. ما أقدرش أزعل منك. عايزة إيه من واحد من هو عيل صغير بيحبك وكاتم ضيوفه في قلبه مش قادر يتكلم ويقول؟ أتمنى بس إنك تقولي له أي كلمة حلوة دلوقتي. يوم ما تيجي تطلبي مني تقولي لي سامحني، إزاي ما سامحكيش؟ ده لو مزعل العالم كله عشان خاطر عينيكي دي، أنا ممكن أسامح أي حد. أنتي ما تعرفيش يا كمال أنت بالنسبة لي إيه. على فكرة أنت صعبان عليا. اه صعبان عليا عشان انا عارف ان انتي مش عارفه الطريق الصح ايه وتمشي ازاي. طول الوقت كنت شايف كده، بس انا كمان برضو كان حالتي صعبه قوي. ليه؟ عشان كنت محتار بين صاحبي وبين قلبي. انا خايفه. عارف. عارف ايه؟ تفتكري واحد انت بتجري جوه دمه مش هيعرف انت بتفكري بايه من غير حتى ما تتكلمي؟ خايفه من بكره وخايفه تكرري نفس التجربه اللي فاتت وخايفه تكوني بتعيشي نفس الوهم. انا كده بقولك ما تخافيش، انا معاكي وعمري ما هسيبك. كابيلا انت حاسه بالكلام اللي انا بقوله؟ انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اقف قدامك واقول الكلام ده.
هي دي الحقيقة. دي الحلم اللي أنا كل يوم كنت بحلمه وأنا صاحي وأنا نايم. لما كنت بشوفك متضايقة كنت بتقطع من جوايا، وكنت بحاول أعمل لك أي حاجة عشان أبسطك. ولما كنت تفرحي كنت بعمل زي الأطفال، أمشي أتنطط عشان بس شفتك فرحانة ومبسوطة، عشان خاطري ما تعيطيش. حياتي ما تعيطي، حياتي. طب أوريكي حاجة عشان ما تعيطيش. بصي أنا كنت أهبل إزاي من وأنا صغير لابس السلسلة دي، عارفة السلسلة دي جوايا؟ بصي صورتك طول عمري حاططها في رقبتي ومحدش يعرف غيري. بحبك يا كمال. استاذ علاء موجود؟ ايوه موجود، اتفضلي. لحظه واحده. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ احنا مش جايين لك. اطلعوا بره. احنا جايين نشوف ابوك. انت جايه ليه يا سما؟ جايه عشان تكملي التمثيليه اللي رسمتيها صح؟ تمثيليه؟ تمثيليه ايه؟ تمثيليه ايه؟ هو مش حضرتك اتجوزتي بابا؟ وكمان بقيتي حامل منه؟ يبقى اكيد جايه تقولي انا حقي فين؟ بس انا عايزه اقول لك يا سمر انك مالكيش حق خالص، واللي بتخططي له عمره ما هيتحقق. خلصت كلام يا حلوه؟ قلت اطلعوا بره. سعيد! انت يا سعيد! بابا البنت دي مش لازم تستنى لحظه واحده بعد كده. خلاص يا سعيد خلاص. لو سمحتوا سيبوا ده لوحدنا. لو سمحتوا. توحشتني قوي. شوف انا جاي اقول لك كلمتين حكيم. انا بحب الكلام الدغري وما بحبش ازوق الكلام. احنا جايين لك عشان عرفنا انك عيان، ودي مراتك، حقك انها تبقى جنبك وتحت رجليك لحد ما تخف. انا احنا نعرف الاصول ونقف جنب اللي منا حتى لو بينا وبينه مصانع الحداد. انا جيت عشان اقول لك حاجه واحده بس. انا حاسه بالقهر. انا غلطت، بس غلطي مش مقصود. انا خبيت عليك مش عشان طمعانة فيك زي ما بيقولوا. انا ما يهمنيش اي حاجه ولا خطر ببالي لحظه كل الكلام اللي بيتقال، ولا حاولت اخدك من بيتك وانت عارف ده كويس قوي. أنا حبيتك، حبيتك بجد. وأنا اللي حطيت نفسي موقف وحش قوي قدام الناس كلها، مش بس قدام ابنك وبنتك ومراتك. وأنا اللي هخسر دلوقتي كل حاجة. المرض اللي أنت فيه ده هتخف منه إن شاء الله، بس اللي أنا بعانيه صعب وأصعب 100 مرة من اللي أنت فيه، وأنت عارف كويس أوي إن أنا مظلومة فيه. مراتك فاكرة إن أنا طمعانة فيك حقها، وبنتك برضو فاكرة إن أنا خنتها وخنت صداقتها ليا وبرضو حقها. سعيد اتصدم، وأنا عارفة إن جزء كبير من اللي هو فيه أنا سبب فيه، بس الشخص الوحيد اللي ما ينفعش يفكر فيا بطريقة وحشة وسيئة هو أنت. أنا وأنت عارف كويس أوي أنت بالنسبة لي إيه.
ولو انت مش حاسس بده وعمرك ما حسيت بده يبقى انا بعت نفسي ببلاش. الاهم دلوقتي ان في حاجه بينا مهمه وغاليه قوي، ما ينفعش انا بعدها ببعض. هو ده اللي انت عايزاه بالظبط، تمسكيه من ايده اللي بتوجعه مش كده؟ هو انا يا حلوه مش قلتلك قبل كده ان انا ما عنديش مانع انكم تفضلوا مع بعض؟ ايه جاياله هنا عشان تقوليله ايه؟ ولا عشان تعيطي وتتشحتفي وتصعبي عليه زي الاول؟ ولا انت فاهمه ان انت ممكن تاخدي مننا حاجه احنا مش عايزين نديها لك؟ افضلي ايه؟ انت لسه شحنه؟ اقعدي بقى كده وترطقي ودانك عشان هقول كلمتين هيحموا على قلبك. ايه الطريقه في الكلام دي؟ طريقه؟ هو انت لسه شفتي طريقه؟ اسمعي، احنا مش جايين هنا عشان عايزين منكم حاجه، ولو على في بطنها احنا هنربيه مش عشان ابنه، عشان ابن بنتنا، واحنا نعرف الاصول دي مراته، تبقى معاه في الحزن والفرح، تبقى معاه في الضنك والعز. وان كان على فلوسك يا اختي خليهم لك، اذا كانوا نفعوكي في الاول كانوا ينفعوكي في الاخر. يلا يا بنت، يلا يلا دول غاجر. عاجبك كده؟ عاجبك اللي بيحصل ده؟ شايف ما جايبك؟ شايف اخرتها ايه؟ برافو عليك، جبت لنا ناس من الشارع يتكلموا معايا انا بالطريقه دي. رنا انا عايزه اخش فيلا واجيب اي شيء. ليه؟ واجيب عطلي. ايوه يعني انت عايزه تعملي ايه؟ اقعدي بس كده بالراحه وفهميني. واجيب عطلي رساله مع احمد ابن عمتي بيقول لي ان فيلته فيها خزنه فيها اوراق ومستندات اسامي كل الناس اللي ورا اللي بيحصل دلوقتي. مستحيل. زي ما بقول لك كده بالظبط، بس انا مش عارفه اخش فيلته دي ازاي. صحيح، هتخشي ازاي؟ ولا يهم، هتخشي الفيلا. ايوه يا جاب، عايزاك بعد نص ساعة بالظبط تكون عندي، اوعى تتأخر. باي. المهم انت ناوية تعملي ايه؟ هعمل مؤتمر صحفي كبير هيخليه يكسر الدنيا، هتكلم فيه عن كل حاجة بتحصل، هقول اسامي الناس المفسدين اللي بيدمروا البلد والناس اللي فيها. انتش خايفة؟ لا يا رنا انا مش خايفة، دي فرصتي. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا عشان تطلع بره؟ اطلع بره ده بلدي احنا. خش ايدك، خش ايدك بلاش. اوعى اوعى. انت بتعمل كده ليه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ مش عايز اي حاجة من الدنيا، قلت نفضل جنبها، عايز افضل جنبها. بقول لك ايه؟ انت لو ما طلعتش بره دلوقتي انا هنادي لك الامن، انا بقول لك اهو. والله ما كنت اعرف، والله ما كنت اعرف. ما كنتش تعرف ايه؟ ما كنتش اعرف انها بنتي. بنتك؟ بنتك ازاي يعني؟ ايوه بنتي، كل العذاب اللي انا شفته في حياتي والبهدله اللي انا شفتها كلها ما تهمنيش دلوقتي. انا كل اللي يهمني وبفكر فيه وقلبي عزيز بيه انها بنتي. لا مستحيل، انت اكيد راجل اهبل اهبل ومجنون. امشي اطلع بره، اطلع بره. سألي زينب أمك، أمك قالت لي كده، قالت لي إن أنا أبوها. هو أبوها؟ أبو مين؟ أبو مين أنت؟ اللي نايمة زي بنت عبد العزيز؟ لا لا،
نعمة دي بنتي أنا، بنتي أنا. ولما أمك قالت لي أنا برضو في الأول ما صدقتهاش، ما كنتش عايز أصدق علشان أقنع نفسي إن أنا كنت في حياتي نفسي كلية بنت أو ولد. لكن لا، كل اللي كنت حاسس بيه عايز أفهمه لها وأنا أحس بيه إنها بنتي، بنتي أنا والله العظيم. مستحيل مستحيل، اللي انت بتقوله ده مش صحيح على فكرة. انت مستحيل اعمل اي حاجة، اعمل اي حاجة تاخد عمري كله انها تقوم بالسلامة. مش تقوم بالسلامة. قومي فرحينا بنتي، قومي هدي، قومي مبروك. اني اتجوزتك دي امنيه من امنيات حياتي واتحقق. انا ما نمتش من امبارح لحد ما اطمنت انه طلع من المطبعه. ده حلم عمري والله. انت اللي حلم عمري يا حبيبتي. هو انك تسيبي الشغل وتبعدي عني خالص وما تتصليش وما تساليش عني، دي ما تبقاش عامله؟ وكمان عرفتي ان انا بابا وماما انفصلوا ولا فكرتي انك تكلميني انك تطمني عليا حتى يا صمت؟ رخصتي نفسك، رخصتي نفسك ورخصتينا معاكي. أنا مش غلط لما حبيت سمر، حتى لو كانت خدعتني، حتى لو كانت خدبت عليا، العيب فيكم انتوا الاتنين. تعلم بحالي، أنا آسف، أنا ندمان، سامحني، سامحني يا رب، سامحني يا رب، سامحني يا رب. يلا ربنا ما يتقبلش مني، خايف خايف ربنا يقفل قدامي من الرحمة. هيقفلوا ليه؟ انت غريب قوي. اصلا انا عملت حاجات كتير قوي وحشة في حياتي وخايف ربنا ما يغفرليش. عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ ربنا وعد كل انسان مهما كانت اخطاءه ان هو يغفر له ذنوبه. واحد غيرك المفروض يكون مبسوط وسعيد وفرحان، ما يبقاش خايف وقلقان.
باب ربنا على طول مفتوح، ما بيتقفلش، هيستقبلك في اي وقت ترجع تاني. عارف ايه المشكله يا ابو حميد؟ اننا مش فاهمين ان كل بني ادم خطاء، خير الخطائين التوابون، مش كده ولا ايه؟ انت الامر ايه دلوقتي؟ زينب اعترفت على عبد الله، يعني كده الامور منتهيه بالنسبه لك تماما. ازاي يا احمد؟ كويس طبعا، ما انت لما تزوري بيبقى كويس وزي الفل. يا اختي انا اروح اقعد معاه قد ما اقعد يتنه زي ما هو مبلط كده، ما بيرجعش ابدا احمد بتاع زمان. تقصدي ايه؟ ما اقصدش، انا بس عايزه اعرف. عايزه اعرف ايه يا سيده؟ عارفه سيده دي؟ اما كنت بتقولها لي زمان من غير عمتي كنت بتضايق قوي، انما دلوقتي لما بتقوليها بتبسط، علشان بعرف ان احنا قريبين من بعض. عايزه الحق؟ اه احنا بصراحه بقينا، او انا يعني بقيت قريبه قوي كمان. نتكلم على المكشوف؟ هو في احسن من المكشوف؟ طب نقوم نعمل شاي بقى ونقعد ننم للصبح. ما ايه رايك ننم الاول وبعدين انا اعمل لك الشاي؟ اسكتي، دي البت كاميليا عامله حته صينيه كيك تاكلي صوابعك وراها. هو انت همك على بطنك كده على طول يا سيده؟ الله، هو البني ادم بياخد ايه من الدنيا غير اللقمه والهدمه؟ طب انا اقول لك حاجه، خلينا ننم الاول وعليا ان انا اقوم لك اعمل لك كوبايتين الشاي ونص الكيك عليا، ايه رايك؟ طب يلا ننم بقى. تحبي احمد؟ اه بحب احمد. وش كده مفيش كسوف؟ هتكسف من ايه يا سيده؟ بس يعني ما انت ما بسش، ما تخافيش. احمد ما بيفكرش في حد خالص ولا في حد في دماغه. هو بيقرب ليا كده بالراحه من بعيد لبعيد من غير ما ياخد باله. وانا بحبه قوي. عشان كده تلاقيني على طول عنده. وكاميليا؟ مالها كاميليا؟ كاميليا في حد تاني خالص في دماغها. ايوه بس عقلها بيودي ويجيب لسه. ما البركه فيكي بقى. البركه فيا هعمل ايه؟ اكد لها ان التاني ده هو الانسب ليها. أنا؟ أيوة أنت بقيتي أم لكل واحدة فينا دلوقتي. تستغربيش. عارفة ليه المسافات قربت بيننا وبينك عن زمان؟ ليه؟ عشان أنت بتفكرينا ببابا، حتة مني، بنشم ريحته فيك. شمي يا أختي شمي، بس قومي اعملي الكيك وهاتي الشاي. مصممة يعني على الكيك والشاي؟ اه لازم والنبي، يلا. مش انت اللي قلت لي؟ كنت هنام بس عشان خاطرك. حاضر يلا يلا بسرعة. حاضر اهو. بت ايه يا حبيبتي؟ بت قومي هاتي الكيك والشاي. هاي ما هو قومي يا بت زودي السكر. يا بت قومي. السكر غير يا سيدة، تصبحي على خير بقى. كاميلي كاميليا كاميليا، سبتنا ورحت يا عبد العزيز، سبت البنات ورحت، وسبتني انا كمان. سبت البنات كل واحده تمشي في الطريق اللي هي عايزاه، وسبتني انا اديهم ظهري لما انكسر. سبتنا عشان نعرف ان كل واحد فينا لازم يبقى ظهر اخوه يسند عليه ويقويه.
أنا كان لازم أبقى أم ليهم، وأحمد ابني كان لازم يبقى راجلهم. معلش يا عبد العزيز، أنا ما سألتش فيك ولا سألت في البنات ولا قلت لك كلمة عدلة طول الوقت، بس أنا عايز أقول لك وأعترف دلوقتي قدامك يا عبد العزيز إن أنت يوم ما مت أنا انكسرت. ايه ده؟ سيدة بتعيط؟ لا دي لحظة تاريخية، ده انا لازم اصورك وانزلك على الفيسبوك واقول لهم سيدة بتعرف تعيط. مالك بس؟ في ايه؟ انا ظلمته، ظلمته كتير وكنت وحشة معاه. اللي فات مات. اللي فات ما بيموتش. بصي بقصر. بص يا ستي، انا عاوزاكي بقى اليومين دول تاخدي بالك من نفسك شوية، وبعدين تعملي رجيم. اعمل رجيم ايه وبتاع ايه ليه يعني؟ انا ناويه استغلك واخليكي اكبر عارضة ازياء في مصر. انت هتتمسخري عليا يا منى. انا بتكلم بجد يا سيده. ايه ده؟ وانا انفع؟ طبعا اهو كده؟ طبعا. الله، والبس الهدوم المشخلعه والمرقعه والمشقعه. احلى مشخلعه. والله العظيم. والله العظيم. ايه ده؟ هفكر. جرايه يا سيكا، فين كوبايتين الشاي والكيكه اللي قلت لي عليهم؟ ولا انت بتضحكي عليا عايزه تنيميني؟ استني، منى عايزاني اشتغل معاها، البس الهدوم واطلعها كده. لا يا منى، انا حاجزه سيده ليا. انت يعني انا انفع؟ طبعا تنفعي، بس يعني هنظبط شويه حاجات كده. لازم تخسي ونلبسك الكعب عليه عشان تطولي عشان انت قصيره قوي، والشعرايتين لازم نسبخ. الشعرايتين دول على فكره مش عجز. لا ما انا عارفه هي خضه، معلش. ايه ده؟ إيه ده؟ مين هيجي لنا دلوقتي؟ هي سمر هنا ولا بره؟ لا هنا. طب تعالوا نشوف. استنى اوعي اوعي يا بنت. انت عادي يا فراشة عادي. استنى يا اللي اتخبى. ميرا ايه؟ في ايه؟ ايتن مالها؟ ايتن جالها حاجه؟ ما ترد يا ميرا، في ايه؟ في ايه؟